الهيلث اكزام المصري ده شقين حاجه اسمها مصر بالانس او كفر بروبلم او كومبليت اكسلريشن يكاد يكون هو ده السؤال ده بتاع ممكن يبقى اهم سؤال من الحياه لما بنجين بيوبل دول اهم اثنين يعني اهم اثنين هاو اكزامن ذا بيوبل هاو اكزامن ذا مصر الباقي بقى الجبر الاهميه فيلد وغيرها حاجات ثانيه خدناها في السنه ريفيرج تيست ديبيت فانكشن تيست ديجري اوف توزس احنا خدناها قبل كده مش عارف بس مش حرام كده قبل كده بس بنتعامل بيه اللي بيجي عاده انا عاده يعني ده عاده يعني كده شو هذا بكل ديزنيشن يا بنزين يعني حاول تزامن ده في حاجتين كفر ان كفر ودي حاجه اسمها مودلنج طبعا هنا كلام متنطور شويه ومفيش سيستم فنحط سيستم هنا احنا عشان ده عندك سيستم المعرفة يعني فاي حاجه فيها فحص قدها قاعده كده اوبزرف تحضير ثلاث حاجات ودايما الغلطه فات كنتوا تحضير هي حطيت لها قاعده عامه في الامتحان كذا اللي اتحدى ممكن تعمل على نفسك يعني تخش مع بعض كده يقول لك ايه انت عامل على ايه انك بيبل يعملها زي ماتيريتي يعني مش لازم يبقى عيان اصلا يعني ممكن على مع بعض كده كده الموضوع سهل قوي يعني الامتحان سهل قوي يعني كان في كذا مع بعض يلا ماتيريتي خلاص كده وكفر عشان كفر عندكم اسمها مصل بالانس على دي اسمها مصل بالانس يعني هنعمل دي كده كده اداك مصل هتعمل دي ودي مصل دي ودي بصوا في الاثنين بقى ببتدي دايما ايه يلا ها اوبزرف دايما كده اوبزرف تحضير خلاص كده ثلاث حاجات دايما كده اوبزرف تحضير ثلاث حاجات اجرش بيوبل بقول لك ايه ها اوبزرف تحضير ثلاث حاجات مش معنى كسر دماغي بس انا بقدر اقول خلاص اوبزرف ايه كان ميتيريتي وكفر ان كفر بالحاله دي غالبا بتدور على ايه يعني سوينج يبقى اوبزرف ايه انا كاتب عندك في الورقه انك شايف الماين مابس ثلاث بيهات هم عايزين منك بي واحده يعني اوبزرف ذا برايمري بوزيشن ادي بي اهو فور تروبيا ادي بي الثانيه يعني تروبيا مانيفستمنت يعني معناها صح حط التورش كده صح ليه عشان التورش في النص كده انت عملت اكسلوجن لحاجه اسمها زود سبنت التورش مش في النص بقى عملت تروب سبنت بمنتهى البساطه فانت اللي عندك الفكره بتاعك الصغير ده اوبزرف فور زود سبنت اللي هي يعني تقول كده في الامتحان ايه؟ تقول كده بالنص كده. باي اوبزرفيشن صح كده؟ There is no تروبيا. ايه تروبيا؟ مانيفست مش كفايه. In primary position مش كفايه. باي هيرشبرج تيست. اللي هي كونيا رايت ريفلكس تيست. بتقول له انا في الوضع ده مش شايف حول بالتيست ده. انت عشان في بريزم بعد كده. انا ممكن اقيس انجل البريزم برضه ده مور اكيوريت عن التورش. يعني ممكن اقيس البريزمات تقيس انجل احسن. بس هي غير التورش. في عندك سبنت كده حاجه ميجرمنت بالانجل سبنت بالتورش ممكن بالبريزم ممكن بسنابت فور ممكن يعني قياس الانجل بهذه الطريقه ادقهم مين؟ بريزمات كده؟ واضح؟ هنقوله كده باي اوبزرفيشن بنقول كده باللفظ كده ذير از نو هان تروبيا ان برايمري باي كورنيا لايت ريفلكس تيست او اسمه هيرشبرج تيست فهمت كده؟ واضح؟ تمام انا نوت عندك بقى في الورقه بتاع المايند مابس اند ذير از نو توزز اند ذير از نو انوملس بوستشر ثلاث نهايات يعني توزز وبوستشر كمان ليه؟ لان السبنت لو انت عندك باراليتيك سبنت بيبقى عنده ايه؟ بوستشر صح لو في بوستشر يبقى عنده ايه؟ ده بيفادي ايه؟ ديبلوبيا ايه الكلام ده؟ عندنا في السبنت اللي عنده ديبلوبيا اللي انت المتريك يعني مش معنى صح؟ ولو في توزز مع سبنت غالبا ده انهي يعني مين عصب ده؟ عشان تبقى شكلك شيك الإجابة تقول له إيه؟ by observation there is no tropia in prime position صح؟ by هيرشبرج and there is no apparent ptosis and no anomalous head posture كده استفدت يسألك سؤال ptosis ليه ptosis؟ خدت إجابة تانية عشان الثيرد نيرف حضرتك طب ليه posture؟ عشان لو عنده diplopia وparalysis يبقى عنده posture مختلفة بس كده أنت مش هتقول إجابات بتقول الكلمة دي هو لو عايز يسألك يسألك بس كده اللي عنده فرق بس التروبيا بس عايز اقول حاجه تقول كده ثلاث بيهات يعني يبقى باي اوبزرفيشن ده كان سواء هنا وهنا هي نفس البدايه يعني there is no a تروبيا ان دي اهمهم دي اهمهم في الامتحان there is no tropia in primary by Hirschberg بس كده عايز اقول حاجه ثانيه there is no ptosis and there is no anomalous ptosis حبيت اقول ده بس كده ايوه اعمليها هقول الكلام ده ليه؟ هو المفروض ان انا مش بتكلم انت على زميلي كده بتكلم دكتور بس هو مش المفروض ان انا مش بتكلم دكتور ممكن اعلق في حاجه
اسمها اكليسيت ساينس او تكنيكس حاجه اسمها كيسز بس كده. وانتوا حالات مختلفه اصل عيني هنا في ناس دماغها يعني في ناس عندكم مش عارف الموضوع ده كان بيسهل هيك في واحد عندكم لازم تكتب الكلام ده في حد كده عندكم في الكيسز في الحالات ويبقى في سؤال في واحد نكتب في واحده كده عليك تكتبوا كده عليك I'm going to go to the next one. ما يقول لك اكزام يوتيليتي مش قصدي حاجه انت عملت كده هو شاف ده فهمت ايه هو فين ايه دلوقتي منك انت عملت كده تورش ده انت بتنسب شفت ايه انت زي ما كانوش ازاي يعني تكتب ايه حلو بتحط حتى ليه ساينس لا انا اعرفه ليه ساينس بتكلم باي اوبزرفيشن ريسك كذا ايه المشكله كده يعني خلاص الكيس ده حاجه ثانيه الكيس عشان تفادي الغش من عيان بتكتب حاجه تعرف عليها بيضه هو مش عايز كلمه دي اصل طب كان دول ده اماتيور هو مش عايز دي مع ان في واحده بتسمح بكده في واحده بيقول لك اعمل كده اصلا يا شو الفيجن كام في واحده ثانيه كلام معايا صعود ما انت عندكم الدنيا يا جماعه ممكن تسمح مش فاكر حاجه ثانيه خالص في وحدات عندكم كده والوحدات كده انا بشرح بايه للكل صعب بشرح كله واقول لك عامل ايه فرق كذا وكذا لكن في وحدات عندها كده في وحدات بتعمل سلايز اكتر من الثانيه تعرف كده لا في وحدات بتعمل سلايز عليها اسئله في حاجات عندها مش كيو اس اسمه ده نص بس انا فاكر الكلام ده يعني في وحدات خمسه سلايس ستة سلايس عليها اسئله اكس كيو عندها ثانيه اسمه دايجنوزس هو دماغهم كده عندهم حاجات مختلفه خلاص كان مش موحد يعني خلاص انا بشرح كل خلاص كده تمام فدي هتكلم كده يعني يقول حاجه لا يعني باي اوبزرفيشن اقول كده امتحان باي اوبزرفيشن يا سيدي انا جبت بكتب الكلمتين دول عشان مش نفسك بعض انا اكتب قوي انا باي اوبزرفيشن ذس كده خلاص نفسك خالص بس كده مش هتعمل حاجه بس انا مش باي اوبزرفيشن ذير از ايه يعني اللي في امتحان درجه ايه ذير از نو تروبيا ان فرانك ليه ما قلتش نوفوريا فاكرها عشان كده دي مهمه ذير از نو تروبيا يعني ذير از نو مانفست يعني كل مش هتعمل كده ذير از نو تروبيا ان برايمري باي هيرشبرج تيست صح كده كلام سهل عايز لو انت عايز اقول حاجه يبقى توز ايه بوستشر بس كده سهل كده خلاص ايه التحضير بقى خدها قاعده كده اي حاجه فيها تارجت لازم اتاكد ان هو شايف التارجت منطق انا هتقول له امشي ورا صباعي وهو بلايند ما ينفعش صح خدها قاعده كده اي حاجه فيها تارجت هيستخدم لازم يكون فيه ايه فيجن صح هم ثلاث حاجات عندهم كفر ان كفر وموتيليتي وايه في العصر بص العين واحد عنده سكوينت صح ده عين اهو وده عين اهو
صح كده؟ كويس، ده عيان جاي لي كده اهو، ده عيان تاني جاي لي كده اهو. يا مع بعض بأوبزرفيشن. There is no tropia in primary dry version. By observation, there is esotropia. Esotropia. Angle came 60. صح فوق 45. صح ده يا جماعه 50 30 سنتي اول حاجه 30 50 سنتي 30 50 سنتي خلاص قول بص عليه صح صح كده كده سهل زي ما تمام تمام دلوقتي هغطي الزون ده هغطي انا عين مش فارقه ليه؟ الاثنين فيكسين فغطيت دي صح كده؟ حصل حاجه مرتين دلوقتي ما اعرفش لا بيل زي ما هي لا حولت صح كده؟ هشيل الكفر دلوقتي صح؟ شيل الكفر ايه اللي حصل؟ لا لقيت حركه حصلت كده اللي هي حركه دي اسمها ايه الحركه دي؟ ريكفري موفمنت كده شخصت ايه؟ اللي بيشخص ليتنت الكفر ولا الانكفر؟ تمام يبقى الانكفر ده دول يشخص مين؟ في انهي عين؟ اللي لسه شايف منها كفر بس بشرط يكون في الاول ما عندوش ايه؟ ليه؟ هات الزبون ده ده هتغطي على عين دلوقتي فيكس اللي هي مين؟ دي لو ليش فرنسا محمد فرنسا طبعا ليش فرنسا هيحصل ايه دلوقتي؟ هتيجي في النص ايه ده؟ يعني انكفر دي اتحركت يبقى دي فيها مانفست صح كده؟ يبقى الكفر بيشخص ايه؟ في انهي عين؟ الثانية. يبقى الكفر بيشخص المانيفست في العين الثانية. الانكفر بيشخص الليتن في الجاست انكفر. صح كده؟ صح؟ لما اغطي دي اهو دي هتعمل فيكسيشن. فحصل حركة في الثانية يبقى دي اتحركت في النص. هتقولي ما بينها قبليها اه ده بيأكدها. صح كده؟ يعني الكفر بيأكدها. تمام سهل؟ دلوقتي هشيل الكفر دلوقتي بقى. شلت كفر هيحصل حاجه من الاثنين برضه. احنا قلنا هنا ده طبيعي ده ليتنت صح؟ هنا حاجتين برضه. عايز يرجع تاني الاثنين بسرعه كده. ثانيه يرجع كده يبقى ده اسمه ايه؟ يونيلاتشر. طب شلت الكفر فضل لا ده شايف دي عادي. ايه ده؟ يبقى الانكفر ده بيشخص حاجتين دلوقتي. لو انت ما كانش عندك اصلا تروبيا بيشخص فوريا ولا لا؟ لو انت كنت بادئ بتروبيا بيشخص ذا تايب اوف تروبيا. يبقى الانكفر ليه دورين. بعد كده ايدر فوريا من الاول لو انت كنت اول طبيعي كده او نوع تروبيا لو انت كنت بادئ بتروبيا صح؟ والكفر كان شخص ايه؟ تروبيا انهي عين؟ الثانيه ده بمنتهى البساطه كده فور سمول فوريز يعني ده لو عنده سمول ليتن بيبان الترنت كفر تيست اللي هي ايه بقى الحركه دي؟ يعني التيست عامل كده بالظبط يعني كفر ان كفر كفر ان كفر واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه اسمها الترنت كفر لو عندي سمول اكزوبليتا بتبان ساعتها حركه للعين بالتفصيل مش عارف يعني الالترنت كفر ده لو السريعه دي بس كده حد يقول لك حاجه ايه لوك استنى ثلاث ثواني استنى حرف ثواني صح؟ هتعمل ديسوسيشن للاركتر فيجن عشان في حاجه تبان الحركه ديسوسيشن مش هعمل كده استنى شويه صغيرين واحد اثنين ثلاثه مثلا واحد اثنين مثلا كده الحركه دي تخلي المخ ما يديش انفاسيس صح؟ انت بتعمل هيك بتبوظه مين؟ باينوكلاريتي لو في فوريا تظهر اصلا بعدين على بعض تاني عندنا كام تيست يا نهاية؟ كفر وان كفر والترنت كفر. الكفر في تيست فور تروبيا اوف ذا اذر اي. ففي موفمنت. الان كفر تيست فور فوريا اوف ذا ان كفرد اي في استحاله دلوقتي بشرط ما يكونش عندك كده ايه؟ تروبيا. لو كان عندك كده تروبيا يبقى نوع تروبيا ساعتها. الالترنت كفر اه عشان شخص سمول ديفيوز اوف فوريا. سالك كده كفر ان كفر؟ سالك كده كفر ان كفر يا جماعه؟ كفر ان كفر ده كفر ان كفر ده. المفروض يعني يكون فار اوف اور نير وذ اند وذاوت جلاس. اللي في عندنا انواع حرب بتحصل في كلمه دكتور سواد مالك سوين. في انواع حرب بتحصل في الفار، حاجات فور نير، حاجات فار اكتر نير، حوارات يعني. المفروض التيست ده يحصل فور فار فور نير اند ايه؟ وذ اقول له جلاس بس انت عامل مره في الامتحان صورة على فكره التيست ده محتاج بي ريبيتد فور فار اند نير وذ اند وذاوت جلاس. قول له بس انت كده. كل نفس الكلام ده يحصل فور فار اند نير وذ اند جلاس. سهل جاي معاك؟ وكفر مش كده، ده مش كفر، ده مش كفر كده. ده مش كفر. ده مش كفر يعني عادي انا قدامي كده بغطي عيني كده بالظبط يعني هو كده بحيث اه ما يشوفش التورش اصلا المفروض ما يكونش تورش المفروض يبقى حاجه تارجت بيعمل اكونديشن يعني المفروض التارجت ده يخلي المخ يركز حاجه مثلا ستيكر مثلا حاجه زي كده ما ينفعش تورش يعني بس مش فارقه طبعا يعني ادي كفر ان كفر كفر ان كفر واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه قصدي ثلاث كفر سهل قوي صح كده؟ دي جايه مضايقه كلمه مضايقه انت هدفك تمنع التارجت ده يبان بس
يعني ده ما يبانش دي، فده مش كبر كده هو شايف اهو. طيب ده بس هدفك ان ما يشوفش دي، بس كده بس دي فكره كده with and without for and with. بس كده كام ساعه موتيفيتي يا بقى كده. اول حاجه ايه؟ observe not find، صح كده؟ الأخيرة تكبر أو كوريا سير؟ يلا ده بعد برضو فيجن، صح؟ ده ده أهم جسم الحياة، أهم جسم الحياة ده أول فيجن يعني. صح كده؟ تقولوا إيه أنا أسمعها كده بقى، بص ركزوا أنا أسمعها. By observation there is no tropia in prime position by Hirschberg test، صح؟ لو سمعت غمض اليمين، أيوة كام دول؟ اثنين. غمض الشمال، أيوة كام دول؟ اثنين. كده شفت إيه؟ هو شايف طاقة، صح؟ ولو اسمعها بعد اذنك استاذنوا ساعتها، بعد اذنك احط زي دي على رقبتك. ليه؟ مش هثبت رقبتك. سير عشان عايز حركة مين؟ العين فقط. ما ينفعش امد ايدي على العين غير استاذان. مش اسمع كده، مش كده اهو. بس اهو هي خلاص استاذنوا فيها يعني. بص على ده لو سمحت بعد اذنك بقى تقول له ايه؟ لو سمحت بص على ده، على ده ديت خلاص؟ لو شفت في اي مرحلة منهم اثنين قول لي. ده تقل العيان. يعني بص على التوش ده، بص على صباعي ده، بص على اي حاجة كده اهو. في اي مره شفت اثنين قول لي لو سمحت. بس هي انت بتعمل ايه بقى؟ انا هبتدي بغلطتين او غلطه وسالفه من الحياه. انتوا بتعملوا ايه الغلطه بتاعتكم؟ بص لو سمحت، ايوه صح؟ ايه الغلط في الموضوع؟ ايه الغلط في الموضوع؟ ايه الغلط؟ انا بعمل ايه اصلا؟ في ناس خدتها اتش، في ناس خدت المنظر ده صح؟ في ناس خدت اتش ولا كله خد ياجنال؟ في ناس خدت يعني في اتش صح، اتش دي صح وديجنال صح، خلاص الاثنين مش عارفين معايا خالص. ده الغلط اللي انت عملت الحركه دي، دي اسمها كروس فيكسيشن، ما ينفعش. يمين يمين شمال شمال، يمين يمين شمال شمال. يعني طيب لو سمحت كده تمام كده، لو سمحت كده معايا ادي واحد برجع تراينجل تاني صح؟ ده يمين مش كده؟ واحد برجع تاني يمين برضه، واحد برجع تاني يمين برضه صح؟ بداية الشمال واحد ارجع تاني، واحد ارجع تاني، واحد ارجع تاني. ما ينفعش تعمل كده اصلا، مفيش كروس فيت خالص. يبقى يمين يمين شمال شمال، واضح؟ ما حدش خد فوق تحت دي، فوق تحت دي مش عضلات. فوق تحت دي حاجه اسمها باترنز. ايه الموضوع بقى؟ يبقى كده عندي كام بوزيشن اوف بيز؟ تسعه. ده اسمه ايه؟ كل اعضاء اترست، صح كده؟ ده وده وده خلينا قبل كده الكلام ده اسمهم ايه؟ كاردينال. هنا في عضله اساسيه شغاله، صح كده؟ فوق وتحت دول في اربع عضلات دلوقتي، اربع عضلات دلوقتي. ففوق وتحت مش عضلات، حاجه اسمها باترنز. يعني ايه باترنز؟ يعني ساعات العين تعمل كده اهو، تيجي فوق لو عليك دول تطلع كده اهو، هنا تيجي هنا في النص تحت تنزل كده اهو، اسمها في باترن. عامل زي البي حاجه تانية بتحصل مش كده، ساعات يحصل اهو يجمعوا كده الانتين، يعني في بيبلز يجمع كده على فوق هنا كده توسع تحت، اسمها ايه باترن؟ في ساعات يحصل كده اهو، كده اهو وكده اهو، اسمها ايه؟ اكس باترن. يبقى فوق تحت مش ده ماسلز، حاجه اسمها ايه؟ باترن. بيحصل بعض الحاجات اللي دي ديسفانكشن وكده توبيس بالذات. يبقى فوق تحت دي مش عضلات، عضلات نو دي عضلات، بس كده فوق تحت على طول دي فور باترن شكل. A pattern, B pattern, X pattern, and oblique dysfunction. بس كده؟ دي غلطة اللي بتبقى بروسس. الغلطة الثانية هي أهم سؤال في الامتحانات اللي في النظر. اللي هو أنت مركز جدا 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 هيوقفك لحظة، فاكرين؟ ده أكتر سؤال بيتسأل بالنص. وقف عندك لو سمحت. We're testing which muscle in each eye دلوقتي. يعني هنعمل كده صح؟ تفصيل. بس في الأوبليك ركز منهم بس. بس كده ده أكتر سؤال في الامتحان. يكاد يكون فوق هتسأل السؤال ده. بس كده كام سنة كده؟ يبقى مع بعض كده تاني يا ربع واحد ها كده 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 بدل ايديا كده 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 اهو فوق رجع تاني في النص تحت في النص. كل ده تيست واحد اسمه فيرجن. بس كده؟ مش هنا ثلاث حاجات؟ هو ثلاث حاجات؟ هنا كان ثلاث حاجات ايه هما؟ كفر كفر الثلاث كفر. هنا بقيس ايه؟ حاجة اسمها فيرجن فيرجنس دكشن. دي تايبس اوف اوكسل موفمنت. دي
دي التايبس اللي انا هشرحها عندكم في الكتاب اصلا كده يعني دي الحته اللي كانت في الاول كده اللي هي تايبس الهومز وكده يعني خلاص وكمان نايس بول فيرجن فيرجنز داكش يعني ايه الفرق بتاعتها بقى كلمه فيرجن اتس ا باي نوكلر موفمنت لهدف مشترك موحد بالعينتين اسمعك عينيك الاثنين بص يمين اهو صح عينيك الاثنين بص شمال اهو ده اللي بيحصل فايتس ا باي نوكلر كونجيجيت موف لكن النوع التاني اسمه فيرجنز عشان افهم من الفيرجنز دي احط رجل بلان بس بقى ايه الفيرجنز هي باي نوكلر بس ديسوجيت عكسيه هي الحركه دي صح كده امال ايه الدكشن ده الدكشن از ا مونو اوكلر موف لو قاطعين عين كده اهو قلت له بص يمين شمال فوق تحت عندي بس اسمها الدكشن يبقى الاثنين دول باي نوكلر واحده كونجيجيت واحده ديسكونجيت وعلى ايه؟ مراحل. في واحدة دماغها بتدي رقم واحد بالدمش. مين واحدة دي؟ هي واحدة واحدة اسمين اسمها مين؟ بس كده؟ حطوا الدمش الأول صح؟ أول حاجة عملها الدمش. في واحدة تانية بقى اللي مش صح قالوا لكم إيه؟ غلط أول حاجة الدمش. مين قالوا قالوا كده؟ أول حاجة الفيرجن. مين قالوا كده؟ إحنا ما نعرفش حد قالنا إيه؟ إحنا كنا بنسمع كلام وخلاص صح؟ صح؟ لا الترتيب ده صح. أقول لك ليه؟ كده دي باي نوكلر ده الترتيب الصح فيرجن كونفرجنس دكشن قدامي عين ده اهو سمعت اسمع يلا ليه ترتيبه صح انا امتى بعمل دكشن يعني امتى اضطر اعمل عين واحده لوحدها لو لقيت اصلا ليميتيشن في العينتين بمعنى خلاص الناحيه دي كده ايه ده العين دي ما جاتش الناحيه دي كده حصل ليميتيشن ما جاتش الناحيه دي حاجه من الاثنين ايذر دي مشلوله صح او دي مشدوده يبقى ايذر ده باراليسيس او ده ايه ديستريكشن ساعتها هيجي دور الدكشن اللي هي دي لوحدها خالص لو سمعت غمض كده واشوف التارجت اللي هو الاتجاه ده تاني لو سمعت كده اتحركت سنه ده انت كنت باريسيس بقى انت خدت هيرنجز واشتغلت في هيرنجز دول رجعها زياده انبوتس زياده اتحركت سنه كده لو كومبليت باراليسيس او مشدود هتيجي معايا؟ لا فالدكشن ليه هدف ان اعرف الليميتيشن اللي ظهر في الفيرجن ده سببه ايه؟ لكن لو واحد اصلا عنده الدكشن سليم ليه اعمل فيرجن بقى خلاص؟ لو واحد عنده الفيرجن ده زي الفل يمين شمال كل حته زي الفل اعمل دكشن ليه؟ يعني بص الحاجه دي الاثنين اشتغلوا الحاجه دي الاثنين اشتغلوا الحاجه دي الاثنين اشتغلوا الحاجه دي الاثنين اشتغلوا خلاص طب شغال اهو اللي هو الليميتيشن هيقول لي بقى هو فراس ولا ريستريكشن؟ هيقول لي فاريس ولا ريستريكشن؟ طيب انت عايز معايا صح؟ طيب صح؟ الصح الصح دي مش هعملها ولا ده كويس؟ في الامتحان هتعملها طبعا اتفلع كده هتعمل ثلاثه فيرجن فيرجن دكشن بس لما اقول لك الدكشن ده ملوش اي ترتيب لازمه ده كويس ملوش لازمه كنا خدنا قاعده اللي هو ده ميديا ركز ده ميديا ركز لا تركز لا تركز كده بيرجن بقى يعني كده مين شغال هنا هنا ولاترال مين هنا ميديا طب انا هاجي مين هنا مين هنا خلاص كده يعني ما جاتش دي ما جاتش كده ميديا ركز دي ما جاتش ولا تركز كده بيرجن المصل بقى احفظ لي اللي جوه هنا كده اللي هم جوه دول دول فيهم انت بتقرا بسفير بي انت بتقرا بسفير بي تنزل السلم بسفير بي اوكي بدي سفير بي بدي سفير بي يعني الناحيه دي كده بص الناحيه دي كده على صباعي دي كده مين شغال هنا؟ مين ده هنا؟ اعكسها خالص بقى ادي ركز طيب تعالى الناحيه دي بقى يلا هين سفير بي مين هنا؟ ادي ركز تعالى الناحيه دي اعكس بقى لو دي سفير بي يبقى مين دي؟ سفير بي صح كده؟ مين دي؟ سفيركس انت احفظ دي بس واركز الباقي. دكتور كانت قايله لنا في الباترن دي بص تحت انا اسمع كل الخواص كلها ليه؟ حاجه هي تانية؟ لا مش عارف. اصدق اني اعرفها والله. تانية بس احنا بنقول لك بس. لا انا مش عارف انك انت غلط انا هم ان هم يعني مفيش سيستم اي حاجه. وبيعادوكوا بس بدل ما يجي بس امسكوا الموضوع
يبقى الفيرجن ده الفيرجن ده هنعمله في الاول بعدين اعمل كونفرجنس بعديها كده اهو العين اهو انا اسمعها تبص عليا شخصيا عليا انا يعني باي اوبزرفيشن there is no tropia in prime position by Hirschberg test اما دي لو سمحت كام دول اثنين اما دي لو سمحت كام دول اثنين استاذن العيان احطيه على الراس كده اهو بعد اذنك يا فندم تابع القلم ده او صباعي ده او النور ده بعينيك فقط مش براسك يمين يمين شمال شمال واحد وارجع تاني واحد وارجع تاني واحد وارجع تاني بروحه جدا كده غير ده الشمال واحد وارجع تاني واحد وارجع تاني واحد وارجع تاني صح كده؟ صح بص فوق بص تحت خلاص بص الحركه دي مرتين يعني تحت دي مرتين مره كده من غير ما تنسوش خالص عيان خالص خالص المره الثانيه عشان جبنا بدول فوق بص تحت تاني دي مستوى عادي بس يعني ما اعرفش خطوها لا يعني ان ممكن الجفن يعبر عن نفسه باكشن في بعض الامراض فدي له فرصه يعبر عن نفسه الاول تمام كده عبرت عن نفسها خلاص العين بقى بره ايه اسمها ليد سبليك تكنيك يعني بفحص مره الجفن اتحرك ساعات بس حاجه اسمها ليد اتراكشن اون داون جيز امراض خلاص وتاني حاجه انت كده مش عارف حاجه بترفع الجفن لو انت خدتها في راوند قلب ايه قلتها اهو اسمها ليد سبيرنج يعني بدي له حاجه مره ليد سبيرنج تاني حاجه اعملها مره ثانيه مرفع جفن بس كده لو انت خدتها خدتها براحتك خالص من ساعه كده بعديها هتعمل ايه بقى؟ بص يا سمحت صباعي ايوه 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 ايه دي؟ كونفرجنس هتلاقيني عملت ازاي؟ صح كده؟ كده عملنا كم واحد هنا دي ودي هو هنا سالني سؤال اني عضله خلاص لو في ليميتيشن ظهر كنت اعمل ايه ساعتها؟ دكشن انت هتعملها كده كده ايه الدكشن؟ كده يلا خد كل جيس لوحده تاني بس ده مش الحقيقه الحقيقه لو انت عندك ليميتيشن في حته بتعمل دكشن في الحته اللي فيها ليميتيشن ليه؟ ممكن يكون معايا؟ خلاص هنا عضله جايه الناحيه دي بدي حاجه من الاثنين بدا مشلول بدا مشدود صح يا لغايه كده سمحت تاني لو سمحت بص هنا لو سمحت جت معايا اما غطيت دي مين اشتغل هيرينجز لو بقيت هنا يبقى زياده فانا وانا باريسز الباراليسيس هتحرك سنه صح طب انا كومبليت باراليسيس او ريستريكشن مش هتحرك خالص يجي بقى دور حاجه اسمها فورس دكشن مش دكشن بقى همسك العين بنفسها كده اهو العين نفسها امسكها خلاص وحركها معايا جت يا فرنس هي مش هتضرب حاجه امسكها بتقول فورس بس ما جاتش معايا يبقى ريستريكشن يبقى الدكشن وحده يفرق بين باريسز ونحكي على جنب كده فرنس او ريستريكشن اجل حاجه اسمها فورس دكشن بقى امسك عين نفسها واشدها جت معايا مش مشدوده ما جاتش معايا يبقى مشدوده اللي فرق بين ريستريكشن وكمبليت باراليسز فورس دكشن يعني فورس دكشن يعني بشوف الجهاز نفسه تاني بس امام سمعنا بسبب شدها كده كم انت خطوش؟ نعم خطوش خطوش اصلا فورس دي فرق انت قلش فرق من زي بس فرس انت خطوش شيء خلاص سهلة كده خلاص اي نو اي نو مش عارف احنا نسأل ايه لبس ليه سهلة كده؟ فرقيدة خدنا كم حاجة؟ تستين هتو؟ لا اول حاجة observe the behavior حضر نفس الفيجن ثلاث خطوات سهل قوي خلاص احط نفس السيستم كده اوبزرف بي حضر نفس كل عين وحدها فيجن ثلاث خطوات كفر ان كفر تنت كفر فيرجن كونفرجنس داش سهل صعبه سهل كده بيوبل يا كم حاجه اللي هم ايه اوبزرف حضر نفسي ثلاث حاجات الغلطه الفيتال في البيوبل حضر نفسي في اذا قضك فيه خلاص لك دي راحت اللي هي هتنسى حضر نفسك يعني ايه بقى بيوبل بقى خلاص باي اوبزرفيشن بفحص البيوبل ثلاث حاجات اللي انتوا بتقولوها اسمها راوند ريجولر شو هي البيوبل راوند ريجولر صح؟ هي النفس اللي بتقول له ايه؟ السايز الشيب الكالر ده البيوبل ما تقولش كده هو سايز السايز يعني هو دايرته ده صار بالتعليم يبقى واسعة جدا صح؟ هو واسعة جدا في عين واحدة ثانية لا الساين اسمها ايه؟ صح يا بتقولوا كده بقى observation there is no anisocoria أو there is anisocoria راح أطرى طيب أول حاجة السايز كانت ايه؟ anisocoria ثاني حاجة الشكل هو دي براوندد وريجولر طب هو فستون طب هو دي شيب طب فير شيب احنا خدنا كده examples بتقولوا كده there is no anisocoria round regular كده؟ ساعات يقول لك زمن ده يوكيلري اريا ومقصود بيها الكاتراك ان هو ده مدخل اللانس
يبقى كده عندنا اوبزرفيشن ثلاث حاجات برضه، ايه هما؟ انا عايز اقول يا مولا ولا لا دي سايز يعني. ثاني حاجه الكالر امبارو ايه، ثالث حاجه الشيب امبارو ايه. انتوا بتخلصوا دي بتقولوا راوند راجل ده بس كده معاك. هل زي كده there is no one as a Korea round regular color هذا لونه اسود جد بلاك ولا ابيض اصفر كاتراك يعني color ده مدخل لمين؟ لحد اللانس كاتراك وحد اللانس حاجتين لا تقول له افيك سوفيكيا دي حاله بس كده افيك سوفيكيا او تقول له ايه؟ كاتراك خدها في نظره على فكره ده عرفها ازاي؟ جد بلاك بيوبل فاكرين؟ وقلنا ديفيوز ريفلكشن فاكرين؟ يعني بص للتورش من جنب هتلاقي لمعه البلاستيك او الازاز جوه العين دي فاكر كده؟ لا يعني السوديكه دي موجوده بص تخش من جنب كده هارد مين شمال كده هتلاقي لمعه جوه كده فاهمه يعني لمعه ازاز بلاستيك كده مش بسنسور ايمجز هتلخبطها بسنسور ايمجز ان هو لو اكسترا كاب او فيكو عنده اثنين برضه مش حاطط كده مش حاطط كده لكن هو واحد عامل المنظر ده وحاطط عيال جوه هنا كده طب الكونيا موجوده والكبسول موجود فانا شايف اثنين فعلا شايف واحده كبيره ماشيه معايا انا مش حاطط كده وواحده صغيره مش عكسي صح؟ فده كده يعتبر ايه؟ سودوكيت وعنده كام ايمج؟ عكس ما تختار النظري صح؟ انه عنده كبسول ورا اهو فالفرق ده يبان ازاي؟ من الجنب هتلاقي ريفليكشنز كتير قوي كده هتلاقي حاجه ازاز ماسكه كل الفكره على بعضه كله على بعضه كده باينه جدا يعني خلاص فالسودوكيت ده بعرف ان فيه ريفليكشنز كتير كده خلاص؟ معظم الناس قلت افيك سودوكيت بتعدي عادي جدا في وحده بتغلس او يعني وحدتين بيغلسوا يقول لك لا انت افيك سودوكيت غلطت فيها ناقص نص درجه ولا حاجه بس ترتفع ناس ايه دي افيكيا برافو ايه دي ستوفيكيا برافو ايه دي كاتراك ممتاز في عندك اساتذه توصل درجه عشان ما تمشي معاك مش عايز تقلق يعني الدرجات حلو اسم كده شوف كده عاملين قلت لسه عايز اسمع الطالب راح يعمل لسه الطالب لسه رايح يعمل لسه بس كده اتفضل يا فندم بس كده الطالب اتخض انا سالت سؤال ده اصلا ازاي يعني اتخض الحته لا انا عارف انا حكي انا كده يعني انا سالت سؤال ده الحته ليه مشيته ده رد الدكتور قال له ايه مش جيب نفسه خير؟ يجيب نفسه عن حد يجيب نفسه كل مرة عشرة خالص يبقى ناس انا عندك ايه مش كده خالص وانت تعمل ايه؟ لا غلط ايه ده؟ كده احنا بشر 95% روح يا ابني ايه ده كاترك؟ ده عارفين الكاترك ما شاء الله حلو قوي كده 95% كده في 5% كل واحدة بقى في واحدة واثنين مالهم؟ لا مهما قلت مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف ليه بقول الكلام ده يعني الكلام ده ليه؟ لان انت في ناس بنات بتطلع تعيط انا مش كذا قال كذا وبتري عليا هيتري عليك هيتري عليك هشوف برزنتيشنز لازم تري عليك انا ده من درجات خالص قرار طلب يلا عندنا اول حاجه يلا يلا احنا عن ايه؟ سايز شيب اند كات صح صح عايز اقصر اقل من 10 لسه